السلام عليكم. مرحبا. تتصور هادشي؟ ضروري. تقول لنا شي واش غيبقى وعي خطو فينا حنا 30000 فرنك الشنط ما كاينينش. شنو وقع لك في هاد الضياد؟ قلت انا الطوموبيل راه كديها. مشات. دزتها بزز بالي. دزتها بزز كنت دابا دوزيام. غدا بروبليم. كنت درت لها دوزيام. شنو رسالتك للمسؤولين؟ رسالتك للمسؤولين؟ رسالتي للمسؤولين اخويا حنا كنعانيو صحاب برا الطرقان كيعطيونا الفلوس كيشدوا الفلوس وكنصدقوا في الفلوس واش غنقول لك اخويا؟ الشوارع انت كتشوف بنادم دابا خاصو يرجع للهيل تراك الحفره من الهيل تزيد واحد شويه تراك الحفره كتغادي تقلب بك الطوموبيل واقيلا كتغادي تقلب بك الطوموبيل كتعاد تقلب لي الطوموبيل اخويا مشات ومع الطريق محفره واحد القادوس ما مدايرين لي لا غلاقه لا حتى شي حاجه كنت عندوز فيه اخويا المسؤولين الله يهديكم علينا الله يهديكم شكرا هذا واحد السيد من برا من الديار الاسبانيه كيقول المسؤولين وداتو شويه ما بقيتوش تاكلوا بزاف خاصكم شويه شكرا الله يحفظك الله يحفظك السلام عليكم كي داير الحاج كيجيو يسيو المهنة شي طريق محبوسة كيسيبوه هما كيسيبو دابا Loud.